نبدا الانتدابات ديالنا بال انا تنقول ليه المدرب الاسطوره ولا شيخ المدربين اللي مشيت لعندو تال تونس باش نخرقب عليه، لانه ماشي ساهل باش تجيب البنزرتي كمدرب لاعتبارات كثيره. ما لن يسعني الوقت انني نذكر لي كومبيتونس ديال سي البنزرتي، تاريخه الحافل يتحدث عليه. سي البنزرتي اللي انا متاكد كانت ومن المنظور ديالي ومن المنظور ديال الاخوان اللي كانوا معنا في لا كوميسيون، وماشي غير هما، انا تنقول لكم لانه واحد التحليل عميق واستشاره مع خبراء الميدان وحتى مدربين اللي نصحوني انه الدواء ديال الرجاء في هذه الظرفيه هو سي فوزي البنزرتي. لانه ماشي ملي كتكون، انا غنهضر شي شويه بديت كنفهم في هذا الشيء واحد شويه، لانه كان عندنا اشكال ديال المستودع ديال الرجاء، وكما يعرف او كما لا يعرفه الجميع il fallait ramener quelqu'un qui peut gérer et oui nettoyer le vestiaire. واخا يكون عندك فريق ما عرف اشنا هو، وما تكونش عندك الجراه والشجاعه والكاريزما ديال البنزرتي، ما يمكنش تشاريها. فمن بعد ما اعلنت على التعاقد معاه كل شيء الاخوان بالاجماع قالوا لي احسنت الاختيار. مرحبا بسي فوزي البنزرتي في القلعه الخضراء. ودابا جيت قلت ليه غاتي فيغ لا اون ديال لي جورنو هذا، قال لي وانا ماشي غريب على الرجاء ولا على المغرب ولا على، دونك هو عارف هو متعرفوه. نصفقوا على سي البنزرتي ونقولوا ليه مرحبا بك في الرجاء، ونعطيكم بغي نسمعوا كلمه الكوتش سيف. فالان شغال. اول شيء اول نقطة انا نحب نتكلم فيها كوني سعيد جدا موجود معكم هنا في المغرب، لان المغرب عزيز علي بزاف بزاف بزاف، فهمتوا؟ لان عدت معناتها عروض جاتني من كل مكان، لكن معناتها كي معناتها جيت وكانت سي عزيز كانت جاء عندي للدار، فهمتوا؟ لا وكان انسان تري سمباتيك معناتها تري أثر عليا معناتها في وجهة نظري، رغم معناتها فما عروض هكا، فلقيت الرغبة نتاع سي عزيز وأنا متواجد معكم مع رجاء، لأن رجاء معناتها أنا جيت في السابق قبل الكوب دي موند، كان تتذكروا شوية معناتها، وجيت في ظرف معناتها قصير وقصير جدا، ومع هذا عملنا معناتها نتائج معناتها يمكن نسميها بالنسبة لي معجزة، معناتها وصلنا الدور النهائي ولعبنا مع بايرن ميونخ في الدور النهائي ضد غارديولا، وصرنا 2-0 وكنا عملنا مباراة نوعا ما ممتازة. فرجوعي للرجاء معناتها حاجة نعتز بها، نشكر عزيز، نشكر إدارة النادي معناتها للتفكير في فوز البنزرتي، نشكر على الكلمات الطيبة على قلهم توا، وأنا إن شاء الله قدرة الله ما تراو مني كان الخير، احنا جينا هنا للعمل، فما كان العمل والعمل هو اللي معناتها يجيب النتائج. وأهم شيء النقطة هو تحسين أداء اللاعبين بطبيعة الحال، معناتها ما يكون أداء اللاعبين معناتها طيب وإيجابي إلا ما يكون في موجود فما انضباط وفما عدة أشياء معناتها نفسانية يلزمنا نتغلبوا عليها. والرجاء معناتها معروف في العالم الكل، معناتها يمكن مش في العالم العربي بل معناتها في العالم تقريبا كل، فهمتوا؟ كانوا من فريق من العمالقة، عمالقة الفرق اللي موجودة في الجمهور، ومعناتها جمهور عريض. على كل نشكركم جزيل الشكر على التفكير في فوز البنزرتي، نشكركم جزيل الشكر على السوليتاسيون على مونتالي، نشكركم على الترحاب، نشكر على كل شيء. وانا مش غريب بالمغرب وديما نعاود نقول راهي المغرب عزيز علي برشا، فهمتوا؟ علاش موجود انا في المغرب وانا بطبيعتي راهو معناتها كان يعني العادة ان الناس تعرفني ما نحبش الغربة برشا، ما خرجتش مثلا الخليج معناتها، فهمتني؟ لكن المغرب معناتها نحس بنفسي معناتها بين اهلي بين احبابي، ما فما حتى مشكل لك علاش معناتها ديما المغرب تبقى عزيز عليا، فهمت؟ وما نعرفش كان ترحاب وانا بنفس الشيء معناتها. ان شاء الله نكونوا في المستوى، وان شاء الله الرجاء السنه هذه معناتها ترجع لاعلى المستويات نتاعها بقدرة الله معناتها بالعمل
والمثابرة صرنا نوصل لأعلى مراتب معناتها بقدرة الإله معناتها أنا عندي ثقة معناتها في الجميع فهمتي وهذا ما عندي ما نقول لكم معناتها شكرا باش نقدم لكم التقنيسي عماد بن يونس داكور شكرا سي فوزي البنزرتي وكما قلت بأنه ما كان سهل باش تجيب بنزرتي وهذا لي الأمانة مني قال كانت لقى عروض انا عندي عرض رسمي ديالو ديال فريق سعودي الله العظيم الى بضعف داك المبلغ اللي باش جابيه للراجا وقال دوزت الكلمه مع سي عزيز ما غاديش نرجع فيه والعرض عندي نسخه منه تحيه لسي البنزرتي ما نساوش بانه مع البنزرتي كاين المساعد ديالو سي عماد بن يونس اللي كنعرفوه الدولي التونسي اللي لعب كرة واللي درب وشارك تدريب ديال مجموعة ديال الأندية التونسية كنرحبوا به كذلك وكان لابد أننا نقيسوا بعض نقاط الخلال ونعنجوها فيما يتعلق حتى في المعد البدني ديال الفريق ديال الرجاء البيضاوي داك الشيء باش تعنا الله يرحم والدين التليفونات الله يرحم الوالدين راه قلنا تليفونات نديرهم سيلونسيو ايوا اسمع دابا طار تان تان و تي دي كونسونطريك واش حنا حافظين ولا تنقراو شي ورقه حشومه الوغ نكمل نشوف الى باقي عاقل فين وقفت المعيد البدني شكون اللي خلاك على شي خلى شي بدان هذا السي مجدي المعيد البدني اللي غادي ينشا كذلك تجربه طويله في الاعداد البدني وتنظن كذلك اللي غتكون قيمه مضافه لهذا الفريق هذا ان شاء الله خلال هذا الموسم هذا مرحبا بكم وقفوا الاخوان سي ومرحبا بكم في الرجاء مرحبا بكم